سلام شكراتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير في احسن الاحوال، تكونوا بصحه جيده. نبداو على بركه الله. وصفه جديده هنا غادي نديرو غراتان بلي بات والكفته. هنا جبت الكفته قليتها مع شويه بصله وشويه زيت، درت الملح، فلفله حمراء، نزيدو شويه ثوم، شويه ثوم غبره، نزيدو الخرقوم. نزيدو شويه كمون، نخلطو جميع المقادير على نار شويه ما هادئه ما مجهده. نفتو هذيك الكفته مزيان مزيان. بعد ما طيب الكفته نخليو المقله هكيك ديك البنه ديالها، ونديرو نبداو نديرو البشاميل. نجيبو زوج معالق كبار ديال الزبده، نخليوها حتى تذوب، نضيفو زوج معالق كبار ديال الفرينة، ونخلطو مزيان مزيان حتى تتجانس ديك الفرينة مع الزبدة، ونزيدو الحليب شوية بشوية حتى تعقد لينا. بعد ما عقدت لينا نضيفو شويه الملح، شويه الفلفله، شويه ثوم غبره. انا ما صورتش الفلفله هنايا، نزيد واحد شويه ديال الزعتر. هنا بعد ما طابت نضيفو كل شيء، ها الكفته، لي بات، ونخلطوها مزيان مزيان باش ديك لي بات والكفته يتشربوا البيشاميل. عاد نديروها في البلا ديال الفران. هنا نجيبو اي بلا ديال الفران، نديرو شويه ديال البشاميل تحت، ونضيفو لي بات وجميع لي بات الكفته والبشاميل اللي تخلطت فيها، ونضيفو الفرماج ونحشوها في الفران غير على ما يتحمر الفرماج.
نبعد ما درنا لي بات، نزيدو الفرماج، فرماج اختياري اللي بغيتو ديروه. نديرو في الرام 200 درجة بواحد 5 دقائق، وهنا بعد ما خرجناه من الفران فرماج دايب يجي روعة. وهنا بعد ما خرجناه من الفران الفرماج كيدوب في الفم. نتمنى تجربوه وتبارطاجوه مع الأصدقاء والأحباب، ومرحبا بكم في قناتي، وإن شاء الله بالصحة والهنا، وكما نقوله في التالي في أمان الله.